معلم يسأل في تلميذ. آه يا سيدي مرحبا بك، قدم روحك. اه قدم روحك. آه نجم الدين. باهي سي نجم الدين بناش. آه مازال ما بنيناش والله كري. باهي اول سؤال، اين تقع معتمدي الدوز؟ بين الأونز والتريز. باهي نسألوك سؤال ثاني، من اين يستخرج السكر؟ من حقة السكر. هاك باه نمر الى السؤال الثالث، انت ماشي في الطياره وباش تطيح بيك الطياره ذي في بير بورقبه، اشنو يلزمك تعمل هنا؟ نلبس الباراشيت. صحيح، وعلاش تلبس الباراشيت؟ باش كي تصب الشتاء ما نتبلش. باهي نسالوك سؤال اخر، انت كي تنجح من المدرسه من هنا وين تحب تمشي تقرا؟ والله ماذا بين نمشي نقرا في اسبانيا. وعلاه ماشي في اسبانيا؟ مني نقرا شويه ومني نتفرش بك الفنان هذاك اسمه جوليو كلوسياس. لا يا ولدي في اسبانيا يتكلموا بالخاء، خوليو كلوسياس. وقتاش ناوي تمشي؟ ان شاء الله في اخوان ولا في خويليا. هذا السؤال الاخراني تجاوب عليه تنجح. بوك تسلف 200 دينار على قداش ينجم يرجع كل مره؟ بابا ما يرجعش. باقي ما فهمتش السؤال. لا انت ما فهمتش بابا، خاطر بابا كل ما يتسلف ما يحبش يرجع.